تزامنا مع الصوم الأربعين المقدس، انطلقت الرياضة الروحية لأخويات مريم في كنيسة القديسة حنة بالزرقاء، وقد شاركت في اللقاء عشرات السيدات إلى جانب كهنة المنطقة، وذلك لعيش هذا الزمن المقدس بروح الصلاة والصوم والتوبة. وبعد كلمة ترحيبية من الأب هاني جميل ورفع صلاة السبحة الوردية من أجل السلام في العالم، كما ألقت كل من الأخت ميري بير قندح رئيسة راهبات الوردية في مرج الحمام، والأخت سيسيل حجازين محاضرات حول دعم المرأة وتشجيعها على العمل والاعتماد على نفسها. المرأة تعني الكثير. المرأة هي عالم، عالم في حالها، عالم مكون من أشياء كتير في داخلها. لو نفتح قلب المرأة نلاقي أمور كثيرة، ويمكن إحنا نجهلها. في كتير امرأة صامتة، في امرأة متكلمة، في امرأة تنطق بشجاعة، في امرأة ما بتحكي إلا بالسكوت. فالمرأة هي عالم، عالم عميق تحتوي أو تكون لها صفة العفة والوقار، وهي على قد ما الامرأة مضحية وعلى قد ما الامرأة فيها عمق كبير جدا. ونتخيل العذراء كيف كانت عميقة جدا، الامرأة كمان هي أعلى مستوى من الملائكة. أنتوا أغلى من الألماس، لأنه اللي بيقدر من هي المرأة لازم دائما كل يوم يقول شكرا أمي، شكرا لك يا أمي أو امرأة أو سيدة. الامرأة دائما تصدر حكمة، فيها لطافة، فيها رقة. الامرأة دائما تصرفاتها حكيمة، والحكمة دائما إحنا بناخدها منكم.